يعاني سكان البدو في تجمع أبو نوار شرقي بلدة العزري بالقدس المحتلة من الملاحقة والتهجير من خلال هدم منازلهم، سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. المزيد في التقرير التالي. على سفوح هذه المرتفعات الشرقية مدينة القدس يقع تجمع أبو النوار الذي يقطنه عدد من الفلسطينيين البدو البالغ عددهم قرابة 700 شخص في بيوت من الصفيح، ويعانون من نقص في الخدمات الأساسية. علاوة على ذلك يتعرضون بشكل مستمر من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتهجيرهم من خلال هدم بيوتهم، وعادة لا تمنح قوات الاحتلال هذه العائلات وقتا كافيا لإفراغ بيوتها من محتوياتها ليصبحوا مشردين بلا مأوى في العراء في ظل الظروف الجوية الباردة. نعتقد يا أخي العزيز أن هذه الخطوات تأتي من الجانب الإسرائيلي ومن الإدارة المدنية بهدف الضغط على سكان هذه التجمعات لمغادرة هذه المنطقة والرحيل إلى بوابة القدس أو خلة الراهب وأماكن أخرى تقترحها الإدارة المدنية على عرب الجهلين وعلى تجمع أبو النوار تحديدا. ويتكون تجمع أبو النوار من عدة تجمعات بدوية يسكنها نحو 115 عائلة، ويحيط التجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض السكان الانتقال لمكان آخر حيث يتحدون قرارات الإخلاء ويعيدون ما تم هدمه.